أي شيء أستفيد منه وينفعني أحب أشارك أصحابي كلهم لعل وعسى ينفعهم. أنا طبعا كان من قبل بتساقط شعر غير طبيعي، يعني فظيع لدرجة كان بداية صلع من هنا ومن هنا. ها شوف، وقاب نتيجة العلاج اللي جربته، قاب نتيجة شوف الزغب هذا ما عاد كان فيه، والخط هذا ما عاد كان فيه، كان بداية صلع. هذا لا، هذا صورة العلاج، هذا صورة. مثل ما عارفين في السوشيال ميديا اللي نزلنا عروض، منها عرض يكسر الصخر مثل ما يقولوا، العرض لهذا المنتج. العلبة أنا فاتحنا لأني أنا استخدمها، لكن هذه العلبة تجيكم بهالطريقة مغلفة. هل هذا أصلي؟ نعم هذا الأصلي. طريقة الاستخدام، نشف شعرك، رش على الشعر وعلى الأماكن، خاصة الأماكن اللي أنت تحتاج أن تركز عليها عشان يطلع لك الشعر. طبعا ريحته ممتازة جدا، يعني ما في ريحة أن تنفر أو حاجة كذا، ومش دهني.